الشوارع وقتال التنظيمات الإرهابية والاشتباكات في السواتر مع من يريد زعزعة الأمن، هؤلاء هم أبطال الشرطة الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية ويلاحقون الجريمة المنظمة، رجال أثبتوا بأنهم أبناء الوطن من خلال اعتقال العشرات وتفكيك الشبكات الإرهابية وإلقاء القبض وملاحقة عصابات الابتزاز الإلكتروني. هذا ما أعلنه قائد شرطة ديالى خلال الاحتفالية التي أقامتها شرطة ديالى بمناسبة مرور 99 عاما على تأسيس الشرطة العراقية، حيث تمكنا من تفكيك 18 شبكة إرهابية وإلقاء القبض على 201 من عناصرها، وتفكيك 10 شبكات خطف وإلقاء القبض على 32 من عناصرها، كذلك تفكيك 74 شبكة إجرامية وإلقاء القبض على 370 من عناصرها، وإلقاء القبض على 3501 مطلوب ومجرم ومشتبه به، وإصدار أحكام قضائية بالإعدام والسجن المؤبد وأحكام مختلفة بحق 221 مجرم. بدأ الاحتفال باستعراض كبير هو الأول من نوعه بعد عام 2014 من خلال تشكيلات شرطة ديالى بحضور كبير من شخصيات حكومية وعشائرية الذين طالبوا بمد يد العون لقوات شرطة ومساندتهم في تنفيذ واجباتهم لأنهم حماة الوطن. احنا نطالب الشرطة العراقية وخاصة قيادة شرطة محافظة ديالى دعم الأمن في هذه المحافظة وتحرير كل المناطق الموجودة وزيادة الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى احنا نكون السند الظهير إلى هذه الشرطة وإلى كافة الأجهزة الأمنية الموجودة في محافظة ديالى. نطلب من المواطنين أن يكونوا يوصلوا المعلومة إلى الأجهزة الأمنية لكي يتحقق الهدف السامي وهو الأمن والاستقرار للمحافظة. فيما أشار عضو مجلس النواب العراقي بأن هذه الاحتفالية في الشوارع العامة ما هي إلا دليل على التضحيات الكبيرة لتوفير ثمار أكبر من الأمن والأمان، لافتا بأن هنالك تقصير كبير أمام هذه المؤسسة التي تعاني من نقص كبير، ومن يريد إنصاف المحافظة عليه بتوفير ما تحتاجه هذه المؤسسة للمحافظة على أغلى ما في الوجود وهو أرواح الناس. هناك تقصير كبير يشار له البنان أمام هذه المؤسسة الكبيرة التي تعاني من نقص معدات ونقص آليات ونقص تخصيصات مالية، لذلك من يذهب بإنصاف لهذه المحافظة عليه أن ينصفها بتوفير مستحقاتها لكي تستطيع أن تحافظ على أغلى وأنفس ما بالوجود وهو أرواح المواطنين، وإبعاد الصراعات السياسية والمكاسب السياسية من الملف الأمني لكي تعيش هذه المحافظة ويعيش العراق بأمن وأمان واستقرار. احترام حقوق المواطن العراقي وكرامته وإنسانيته وعدم التمييز بين العراقيين ونجاحكم في مجال حفظ حقوق الإنسان هو أهم وأسمى نجاح تم تحقيقه من قبلكم خلال الفترات السابقة. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائية.